بسم الله. اليوم حنجاوب على سؤال هو الأهم والأخطر والأكثر انتشاراً في عالمنا نحن الكبار عن أبنائنا، سواء كنا والدين أو كنا معلمين أو معلمات أو أساتذة الجامعات أو أي عالم كبار مسؤول عن تربية عالم صغار، سواء كان أطفال أو كانوا يافعين أو مراهقين. السؤال: إيش لازم يكون في ابني مهارات، أشياء، تولز، أدوات يملكها ابني حتى يسير أكثر وأكثر في طريق النجاح والتميز؟ ويجوا الغرب حكوها وسموها مهارات الحياة، وهذا التسمية الحديثة لكنها موجودة قبل 1400 عام وطبقها محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث عليها كثيرة. هي المهم ست مهارات، يا ريت إحنا الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات نحطها، نكتبها على ورقة وأطبق وأقيم وأقدر من 5 لكل مهارة، من 5 قديش ابني شاطر فيها، سواء كان عمره من 2 فما فوق. وأعرف أنه في اختلاف بالمراحل النمائية، أغلب الأباء والأمهات بحسوها بيعرفوها والمعلمين والمعلمات. يا ترى شو هي الحياة، شو هي المهارات الحياتية الستة؟ المهارات هي اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، وعمل جماعي. هاي المهارات الحياتية الستة اللي حكت منظمات الأمم المتحدة، كلامها صحيح، إنه ليس هناك مشكلة في العالم أجمع إلا بسبب فقدان إحدى هاي المهارات أو أكثر. يعني أعطيكم مثال صغير. أنا قعدت مع، تشرفت مع آلاف الحالات الاستشارية مع الأسر، أزواج وزوجات وأبناء مع والديهم وهكذا. بشوف دائما بتيجي الزوجة بتشكي مثلا: أنا عندي مشكلة بزوجي إلى آخره. طب شو المشكلة؟ لما نروح لأصل المشكلة منلاقيها عند زوجها مشكلة، أو عندها هي مشكلة بفقدان أحد مهارات الحياة. يا إما مثلا ما بيعرف يحكي معها، بيحكي معها بعصبية، أو مش عارف يتعامل مع أهلها، أو مش عارف يتعامل مع أبنائه، ففي مشكلة عنده أو عندها بالاتصال والتواصل. بعض الأزواج أو الزوجات بيشكوا من مشكلات بأنه زوجي يا زلمة بأجل بأجل بأجل، بدنا نشتري بيت، بدنا نرحل من البيت، طب بدنا نسافر، طب بدنا نقول لأولاد المدرسة المدرسة، بكرة بكرة. هاي عنده مشكلة بمهارة حياتية ذكرناها، اتخاذ القرار، فلازم تنحل. أغلب مشاكلنا مثلا مع أبنائنا اليافعين وبناتنا اليافعات اللي هي من 10 سنوات وفوق، بالذات بفترة الإجازات الشتوية ولا الصيفية ولا الآخرية الأسبوعية، هي مشكلة فقدان مهارة إدارة الوقت. بنام بساعات الصباح وبسهر حتى وقت متأخر، ومشكلات بإدارة الوقت. إذن قس على كل مشكلات العالم، حتى المشكلات على مستوى أسر أو عائلات أو أكبر من ذلك، هي بسبب فقدان مهارة أو أكثر من مهارة الحياة. بالمقابل كل إنسان ناجح، مميز، قادر، متقن، ليش؟ عنده إبداع بمهارات الحياة، أو عنده إبداع بمجموعة منهم، لكن مش فاقد المجموعات الأخرى. الفنانين، الرياضيين، الممثلين، الكوميديين، المشايخ المميزين، بنلاقي أنه في تميز عندهم بالمهارات الحياتية الستة. موضوع في غاية الأهمية نبدأ ننتبه له ونشوفه ونتقنه ونقيمه عند أولادنا، المهارات الحياتية الستة.